لكن انتم متعودين دايما بيبقى عندنا فقره ترند ترند، فقره مهمه جدا بنقول لحضراتكم فيها اخبار مهمه. النهارده مفيش ترند هيكون اعلى من النادي الاهلي والكواليس اللي قبل المباراه، فعلشان كده انا هتكلم مع زمايلي الاعزاء شريف شعبان وكريم احمد. شريف شعبان تحديدا متواجد في مقر اقامه النادي الاهلي قبل التحرك لملعب المباراه، وكمان كريم احمد مراسل قناه الاهلي هيكون في استاد القاهره الدولي، وهتواصل معاهم ونحكي كده مع بعض، وكمان نطمن جمهور النادي الاهلي على اخر الاستعدادات والتحركات الخاصه بالفريق. يا شريف مساء الخير عليك، ويا كريم مساء الفل عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك، تحياتي الكريم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الاهلي هو الترند، الاهلي اليوم باذن الله باذن الله يفرحنا، وثلاث نقاط جداد باذن الله يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان يقرب خطوه مهمه جدا بالفوز بلقب الدوري المحبوب اليه. اهلا بك يا شريف، واهلا بك يا كريم، منورنا. كريم سمعنا يا جماعه؟ طيب خلينا نبتدي بشريف لحد ما كريم يسمعنا. يا شريف عايز اعرف منك اخر الاستعدادات وتحركات فريق النادي الاهلي وكواليس اليوم النهارده في المعسكر وفي مقر الاقامه، اتفضل. يمكن حالا زميلي امير، يمكن حالا دلوقتي، يمكن على شمالي اعلى شويه، يمكن الاهلي الوجبه الخفيفه السناكس، يمكن الاهلي داخل المطعم الان يعني عشان خاطر قبل المحاضره. يمكن البرنامج كان الاهلي طبعا من الساعه 9 للساعه 10 كان الفطار، الغدا كان الساعه 1 ونص او 1:45 دقيقه بالظبط، من 1 ونص بيبداوا يكونوا موجودين في المطعم. السناكس دلوقتي، والساعه 6 باذن الله هتكون المحاضرة والتحرك، هيكون 6:15 من الفندق إلى الملعب، 20-25 دقيقة بإذن الله هيكون وصل الفريق إلى استاد القاهرة الدولي، الاستاد المحبب طبعا لكل جماهير مصر والنادي الأهلي بالتحديد. وبإذن الله النهاردة يكون يوم مفرح لكل جماهير النادي الأهلي. بس النهاردة شدني أمير مشهد يمكن أنا وقفت قدامه كتير، مشهدين الصراحة. المشهد الأولاني ان الاهلي جايب معاه حد مخصوص للتعقيم، الفندق من اول بوابه الفندق الرئيسيه في بوابه تعقيم، في كل مكان في الفندق في بوابه تعقيم، ولكن كل ده الاهلي مش مكتفي بيه، الاهلي استعان باحد العاملين داخل النادي الاهلي لتعقيم الغرف، لتعقيم الطرقه، لتعقيم المطعم. الاهلي ما بيطمئنش لاي حد، الاهلي بيطمئن باجراءاته، يعني الفندق قام بالواجب، ولكن الاهلي حرص اكتر، جايب كمان عامل من النادي الاهلي عشان يعقم مزيد من التعقيم، مزيد من حماية لاعبي النادي الاهلي، ودي حاجه لفتت نظري. الحاجه الثانيه اللي لفتت نظري دكتور التغذيه الدكتور عبد الرحمن، شفته بيوزن الفراخ، قلت له بتعمل ايه يا دكتور عبد الرحمن؟ قال لي لا لازم 150 جرام قلت له لا فهمني بقى بتعمل ايه، 150 جرام ايه؟ قال لي لا خلاص بقى اللي فات راح واللي جاي حاجه ثانيه خالص، لاعبي النادي الاهلي دلوقتي هي لعيبه عالميه، لعيبه لازم تعرف تاكل صح، تعرف تواكب العصر في التغذيه، التغذيه حاجه مهمه جدا، فلازم اللعيب وهو بياكل اي اكل لازم يكون معمول له حساب، لازم ياكل بحساب مش بياكل وخلاص، فعامل كل حاجه بيقول لك بيوزن، يعني لو في كادر شفناه مع بعض هتلاقي بيوزن الفراخ، بيوزن كل حاجه. لعيب النادي الاهلي يمكن خلاص بقوا في اسلوب حياه زي ما بيقول لي، السكر اتمنع خلاص لكل مشروبات النادي الاهلي، الاهتمام للدرجه دي الاسبريسو لعيب الاهلي بتعشقه. أنا الصراحة المشهد شدني جامد. لا ده لعيب النادي الأهلي دلوقتي، يمكن دكتور التغذية دكتور عبد الرحمن ما شاء الله بجد، النادي الأهلي دلوقتي بيسايب حاجة للظروف، بيشتغل على كل حاجة تساعده على تحقيق الفوز، من أول الأكل الأول التطهير أو الإجراءات الاحترازية للكورونا، كل لعيب في غرفة لوحده، والنادي الأهلي بيطبق الإجراءات بحذافيرها، ما بيسيبش حاجة للظروف، ودايما بنقول إن جهاز النادي الأهلي الإداري دايما بيمتاز بهذه الجزئيات، التفاصيل، تفاصيل التفاصيل، الأهلي بيشتغل على كل حاجة، ما بيسيبش حاجة غير في الملعب للتوفيق، في توفيق تلاقي الاهلي بيكسب على طول، ما فيش توفيق ما عنده شويه القصه تلاقي لا قدر الله في تعادل او في هزيمه لا قدر الله، وكره مكسب وخساره مش مكسب على طول، ولكن طول ما الحاجات دي كلها الاهلي بيعملها بتلاقي يعني واقف على التوفيق، بس في توفيق باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. زي ما قلت لك المحاضره هتكون بعد قليل في احد القاعات داخل الفندق، وهيتحركوا على طول على الاستاد. يمكن معاك لو اي استفسار اي حاجه انا معاك اجاوبك، كل حاجه حصريه هتكون على شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد يا شريف، لكن انا تحديدا عايز اتكلم معاك تحديدا بخصوص حاله اللاعبين المعنويه، وانت اكيد بتشوفهم في الاوتيل كده وانت موجود، تعابيرات وجوههم سواء طبعا الجهاز الفني او اللاعبين يعني.
يمكن الجهاز الفني انا ملاحظ من اول الفطار بيقعدوا مع بعض كتير جدا، فايلر وباقي الجهاز ومدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان ومحلل الاداء الكابتن احمد سليمان وباقي الجهاز الاجنبي طبعا بقياده فايلر، قعدوا في وجبه الفطار، قعدوا وجبه الغداء، يمكن بيقعدوا يتكلموا كتير في هذه المواجهه. لعيب النادي الاهلي التركيز بيعلى وجوههم، بيبان اول اللعيب مركز ولا بيركز، ما بيبان اللعيب بيتكلم بيضحك بيهرج، لا في المعسكرات بتلاقي لعيب النادي الاهلي خلاص مفيش كلام، تركيز، داخلين الجيم، عارفين مسؤوليتهم، عارفين ان الثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. وفايرر حذر من الستارت بتاع النادي الاهلي وقال لك لازم ابدا ستارت قوي، ستارت يدل على فتره الاعداد اللي عملناها الفتره الاخيره بتدل على لعيبه النادي الاهلي التركيز الشديد، فحذرهم من البدايه وحذرهم من الستارت ومحرج النهارده عليهم ان لازم يطبقوا يعني التعليمات بحذافيرها. لعيبه النادي الاهلي عندهم اصرار، لعيبه النادي الاهلي مركزين، بيتكلموا مع بعض في الوجبات لانهم طبعا قاعدين في غرف لوحديهم، بيتكلموا مع بعض في الوجبات ان لازم نركز، لازم نسهل الجيم علينا من اول دقيقه، نقدر نحرز هدف مبكر عشان نسهل الجيم. بيتكلموا مش غير النهارده غير في مباراه ام بي فقط لا غير، ما حدش بيتكلم في افريقيا مثلا، ما حدش بيتكلم في بطوله كاس، ما حدش بيتكلم في اي حاجه خالص غير في مواجهه ام بي اللي هتكون بعد قليل.